إنما أنطلق من هذا الكلام بدافع من ديني وعقيدتي ووطنيتي لحل هذه الأزمة العصيبة التي تورطت فيها هذه الأمة. إنما ندين القتل والعنف والاعتداء على الأبرياء. أقول هذا الكلام أيضا من هذا المنبر، إننا ندين القتل والعنف والاعتداء على الأبرياء وكل أنواع العدوان مهما كان مصدره. ثانيا، نحن نؤيد جميع خطوات الإصلاح السياسي والدستوري الذي يحظى بموافقة الأمة، الإصلاح الدستوري والسياسي الجاد حقيقة والذي يحظى بموافقة الأمة. ثالثا، نحن نرفض أي تدخل خارجي عسكريا كان أم سياسيا، لأن الاستعانة بالأجنبي محرم في نظر الإسلام. الاستعانة بالأجنبي أمر محرم في نظر الإسلام، وهو جريمة بحق الأمة والوطن. نرفض كل تدخل أجنبي، وندعو إلى إيجاد حوار جاد. هذا الحوار يعترف بحق الشعب في سوريا، يعترف بحق الشعب في سوريا في مطالبه العادلة والمشروعة. أقول في مطالبه العادلة والمشروعة. هذا الحوار يسعى ويدعو إلى إيجاد ثقة متبادلة بين السلطة والشعب، وإيجاد مؤسسات تشريعية وقضائية تعبر عن آمال الأمة وعن رغباتها وطموحاتها. وإلا يا أيها الإخوة، وإلا فإننا نحذر من خطورة الانزلاق في حرب أهلية ضروس طاحنة. إنني أحذر أيضا من هذا المكان، أحذر من الانزلاق في حرب أهلية طاحنة ضروس سيدفع الجميع ثمنها قتلا وعنفا وخرابا ودمارا. كل الشهداء الذين سقطوا هم إخوتنا وأبناؤنا وأشقاؤنا، كل القتلى الذين سقطوا هم أبناؤنا وإخوتنا من العسكريين والمدنيين ومن كل أطياف المعارضة. الجميع إخوتنا، والجميع أشقاؤنا، والجميع أبناؤنا. هل عقمت سوريا أن تقدم رجالا وحكماء وعقلاء يوقفون سيل الدماء هذا ويرأبون الصدع ويصلحون الأمة؟ أما لهذا القتل من نهاية؟ أما لهذا التخريب من توقف؟ أقتلا ونحن مسلمون؟ أسفكا للدماء ونحن الأمة العربية والإسلامية؟ لقد راح ضحية هذه المحنة أكثر من 6,000 أو 7,000 شهيد. كنا نتمنى أن تراق هذه الدماء على ربوع فلسطين، على ربوع يافا وحيفا والقدس والجولان وغزة، لا أن تراق هذه الدماء في البلدان السورية هنا وهناك. كنا نتمنى أن تسدد البندقية نحو صدور إسرائيل لا نحو النساء والأطفال، لا نحو صدور أمتنا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم،
الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هكذا قال الحبيب المصطفى وهو واقف على منبر عرفات يوم حجة الوداع: ايها الناس، ان دماءكم واموالكم حرام عليكم الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم قال صلوات الله عليه: فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فاني قد تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعده كتاب الله. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم قال صلوات الله عليه: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. انني ادعو جميع الفئات حكومة وشعبا ومعارضة الى ان يستمعوا الى صوت الضمير الذي يناديهم به سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتكن هذه المناسبة مناسبة إصلاح، مناسبة مصالحة، مناسبة يرفرف فيها علم الحرية فوق سماء بلادنا. لا نريد للحرية ان تسجن، لا نريد للعدالة ان تكبل بالاغلال، لا نريد للكرامة ان تعتقل، لا نريد للقانون ان يغيب، فالكل الجميع فوقهم القانون. اننا نريد من مناسبة ذكرى ميلاد رسول الله عودة الى التكاتف والتآلف، عودة ودعوة الى التآلف والتكالف، ودعوة الى المصالحة، والى نبذ الخصام، والى نبذ العداوة والبغضاء. هذا ما اريد قوله، هذا ما اقدمه. مشروع تحكيم يقوم به علماء من كل بلدان سوريا، علماء لا ينتمون لأي طرف من الأطراف، لا ينتمون إلى حزب سياسي ولا إلى تطرف ولا إلى تكتل، علماء أفذاذ، عقلاء حكماء، يجلسون على طاولة التحكيم، ونحن نتقبل أي اقتراح في هذا المكان يرسل إلينا من أي جهة، ونقبل ونلبي أي دعوة ندعى إليها، ونجيب أي طلب من أي جهة من الجهات، ونقبل أيضا أن يقود هذا المشروع أي عالم في بلاد سوريا، أي هيئة علمية دينية إسلامية تقود هذا المشروع ليصل إلى شاطئ السلامة. نحن نتقبل في طرحنا لهذا المشروع أي عالم يتقدم لقيادة هذا المشروع فنحن معه، ونحن من جنوده، من حلب إن كان أو من دمشق أو من حمص أو حماه أو درعا أو اللاذقية أو إدلب أو دير الزور أو الحسكة أو أي بلد في شرق البلاد وغربها وفي شمالها وجنوبها، ونحن معه. فإن تقبل سوريا هذا المشروع، إن تقبل سوريا حكومة وشعبا ومعارضة هذا المشروع، مشروع التحكيم، فهذا ما نتمناه. والغاية من كل هذا المشروع حقن للدماء وإيقاف للقتل وخروج من هذه الفوضى العارمة التي تسبح فيها هذه الأمة، ولا ندري مداها، ولا يدري مداها إلا الله. وإن ترفض، وإن يرفض هذا المشروع، فقد أعذرنا إلى ربنا وإلى حكومتنا وإلى شعبنا وإلى أمتنا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وليس لنا بعد ذلك إلا أن نلجأ ونتضرع إلى الله
بجاه صاحب الذكرى حبيب الله خير مخلوقات الله في الأرض والسماء، أن يرفع هذه المحنة عن هذه الأمة، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا رفضت فنحن نلجأ إلى الله ونتضرع إلى الله ونقول لعقلاء هذه الأمة: إذا لم تحكموا شرع الله فمن تحكموه في هذه المحنة؟ هل ترضون أن يحكم فيكم مجلس الأمن أو مجلس الجامعة العربية أو الشرق أو الغرب؟ الجو إلى رسول الله، إلى شرع النبي الذي يحمل لواءه هؤلاء العلماء الأفذاذ. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت يا محمد. أين محمد صلوات الله عليه؟ إنه موجود بيننا بتعاليمه، بمبادئه، بقرآنه، بدستوره، بشريعته، بآدابه. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. رسول الله بيننا، شرعه بيننا. قال الفيلسوف البريطاني المعاصر برنارد شو، قال بالحرف الواحد: لو أن محمدا يعيش الآن بيننا لحل مشاكل العالم وهو يتناول كوبا من الشاي أو فنجانا من القهوة. العالم يعترف بتعاليم سيدنا محمد وبأحكام سيدنا محمد. وأنا أقول لهذا الفيلسوف البريطاني: محمد بيننا، محمد فينا، لا بجسده، لا بجسمه، بروحه، بتعاليمه، بمبادئه، بقرآنه وسنته، بشريعته التي تحل كل الأزمات، التي تحل كل المشكلات. أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الحكم لله، الحكم لشريعة الله، الحكم لعلماء هذه الأمة. لا نريد وصاية أجنبية علينا، لا نريد تدخلا أجنبيا خارجيا علينا. نحن نحل الأزمة بأيدينا. هل عقمت سوريا رجالا حكماء وعلماء أن يحلوا الأزمة، أزمة هذه الأمة؟ هل عقمت بلاد الشام المباركة التي قال عنها رسول الله: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا؟ طوبى لأهل الشام. قيل: لأي ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الملائكة باسطة أجنحتها عليهم. لن تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال وهم بالشام: إن الله تكفل لي بالشام وأهل الشام. والشام هي بلاد سوريا كلها.